العادة دي مفيش اغرب منها في رمضان، تلف بلاد وتشوف ناس اشكال والوان، وبلد من هنا ترميك على ثقافة من هنا، والدنيا بتمشي بيك وتشوف العجب. وزي ما بتحصل حاجات غريبة كل يوم، في حاجات فقط بتحدث في رمضان، والعادة الرمضانية النهاردة بتحدث في اوغندا، ودولة اوغندا بيسكنها حوالي 10 مليون مسلم. فمن هنا نستنتج ايه؟ اكيد ليه طعم خاص. والعادة الغريبة اللي بتحصل مع الشعب الاوغندي بتبقى في قبائل اللانجو، واللي بيتم ان لازم الرجالة قبل الفطار يضربوا زوجاتهم على راسهم، وده بيبقى من باب تذكيرهم بالافطار. تذكيرهم وايه اللي هينسيها؟ الغريب بقى ان الست الاوغندية ممكن فعلا تتجاهل تحضير الافطار عشان زوجها ما ضربهاش على راسها. يا ست للضرب تعمل الاكل من سكات. وبما ان اوغندا تقع مباشرة على خط الاستواء، فبيتساوى فيها الليل والنهار، وده معناه ايه؟ معناه ان الصيام دايما 12 ساعة كل سنة، 12 ساعة. الكلام ده من ايام الفتح الاسلامي لاوغندا، ما زادتش عن ال 12 ساعة. فازاي الزوجة الاوغندية بتنسى؟ ولكن في كتير من الناس في الشعب الاوغندي بيرفضوا الحركة دي، وبيشوفوها اساءة للمرأة ولا تتماشى مع اخلاقيات الشهر الكريم. يبقى ازاي اخي الاوغندي تعمل كده؟ تجرح قلبنا، تقسى علينا. ودي كانت حاجة غريبة في أوغندا. قول لنا انت حاجة اغرب بتشوفها في مجتمعك خلال شهر رمضان.